او جاء فعلا روجاري الرش هل هو كن كنكاتو زاني درز درز زكاتو كامانه بيابو او جاء كني تربيه وبابتا باسكن بكرتي كني او بيابو اهتمام بدري بمذاهب مذاهب فقهي او جاء لنا مذاهب كرشا قولي متاخرين تحفوا امانه او جاء لنا قولي متاخرين حاشيه منه نازم شيشي حاشيه الحاشيه او جاء كتابي الركيك وكتبي في مالا علي وعبد الله يزي ومنطقه اساغوجي كجنو كشتي ناغا ام جار ركاكت لعباره نسينا نزانيني عربي عجمه او جاء دواء او اهتمام درابه في قوم فرع امانه ودور ده اصول لبير برايو مقاصد الدين لبير برايو كليات الدين غايه عليا الدين كدعوه هدايته فتح دلكانه وعقوله كانه وشعره كانه عباد بلاد كان هم اللي بيرجوا اساج كرالة تصريف ملا علي يا إسا غوزي أمانة جنو كجنا يزاني أخرى ولا أوساطي علمية نجيا لقال علماء برورد نبوة بويا بحرمتي وعكاب وغام بربر علوم السلف قال هو هر إمامي شعراني رحمة الله فرمى ومن الغرائب أن عليا يعني ابن سينا هكذا الشيخ رئيس مشهورة حفظ القرآن كله في ليلة واحدة لا يكشرها مو قرآن حفظ كردو يساعد من هلاشا أقر جزئي عم يشي لبر بباش أدر بويا وجرأتك أو برام برب علماء أو من ذي أدب برام برب مؤلفات علماء أو من ذي أدب لناو جمعيكي جهلا يا بتواني جرأتك أو قصان برام برب علماء كتيبة مباركة كان ينك شون كلا جوي علمي أنا جياوة أو فقيتي نكرد ولا خدمة علماء تربية ورنقرتو اللي ناقر بجرت ناو علماء هل استابيني اللي توا ناو حجرو فقي أقر بختي بي لو أنا توزي أدب فير ببي علمي شوير ببي الله بورنا كم تازا ضلي خواهي تعالى رشي كردوتو يك علمي نبي علمي سابقين سلفي صالحين نبي أتواني دولة دروس كان أتواني حكومة بري وبري أتواني الشعب برفاهية بخيوك أتواني ضمانتي دين ودنياي ملتي بك باقسانا أكري قال طبع علماء بكي قال طبع كتابة كاني أنبكي وأبزاني كتابي علماء سلفي صالحين أتا نبي بزنوك ناتواني لبريكي ها بخيونيته علماء قديمي يما درسيان بزنوكيش هر فرموته يك لو أنا ما وصل ملا علي قزلجي رحمة خالي وكو شون فقي إنساني وفقي جنوكي شي ورحمة خالي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خالي تعالى فرمي جن وإنس مدروزنا كردوا وناسين وعبادة كردني من نبي عبادة يجب بعلم ناكري كواتا جنوكي كمكلفة بعقيدة مكلفة بعبادة أبي بخير نبيش وكو إنسان مكلفة بلان چیه که لگم جای آواکه او جوره قصود تروها تاناکه صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه و سلم